أكد مصدر رفيع المستوى استمرار مفاوضات الهدنة بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري. وأضاف المصدر رفيع المستوى أن الوفد الأمني المصري يتجه غداً للدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت. في مسعى جديد للتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزه وتبادل المحتجزين والاسرى، جاءت جوله جديده لوفد امريكي بالمنطقه برئاسه مدير وكاله المخابرات المركزيه ويليام بيرنز وذلك لاجراء محادثات بين اسرائيل وحركه حماس والوسطاء. جوله الوفد الامريكي بدات من القاهره للقاء الوفد الامني المصري الذي يبذل نشاطا مكثفا للوصول لاتفاق لوقف اطلاق النار ولتؤكد بشكل واضح دور مصر الهام والمحوري في دعم القضيه الفلسطينيه والعمل على انهاء معاناه الشعب الفلسطيني المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي قال انه لا تزال هناك بعض الفجوات المتبقيه بين موقفي الطرفين لكنه في نفس الوقت اكد ان واشنطن لم تكن لترسل فريقا للمفاوضات اذا لم يكن هناك فرصه لاحراز تقدم حركه حماس من جانبها ابدت مرونه للتوصل لاتفاق وتخلت الاسبوع الماضي عن مطلبها المتمثل في التزام اسرائيل بوقف اطلاق النار اولا قبل ان توقع اي اتفاق لترمي الكره في ملعب الجانب الاسرائيلي كما اكدت الحركة ان تصعيد العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة من شأنه ان يعيد المحادثات المتعلقة بوقف اطلاق النار الى نقطة الصفر، محملة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اي انهيار للمفاوضات. وعلى الجانب الاخر يواصل نتنياهو اصراره على ضرورة ان لا يحول الاتفاق دون استئناف اسرائيل لعملياتها حتى تحقيق اهدافها في الحرب. ياتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات ضد نتنياهو في انحاء اسرائيل، للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين، فيما بلغ بالمعارضة الإسرائيلية التعهد بتقديم شبكة أمان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال تمت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، وذلك شريطة استقالة وزير الأمن القومي بن جفير ووزير المالية سموتريتش.